الأخوة الإعلاميين الأفاضل، الأخوة الحضور، الأخ والكابتن مراد باتنا، يسعدني باسم شركة نادي الوحدة لكرة القدم أن أرحب بكم في المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم اللاعب المنضم حديثا للفريق الأول المحترف الدولي المغربي مراد باتنا، والذي يمتد عقده معنا لمدة 3 سنوات. يعتبر الدولي المغربي مراد باتنا 27 عام إضافة قوية للفريق لما يمتلكه من إمكانيات فنية رائعة، انطلقت من حسينة إقادير وتطورت مع الفتح الرباطي، ولفت الأنظار إليه مع نادي الإمارات الموسم المنصرم بعد أن تمكن من إحراز 11 هدف في 23 مباراة خاضها مع الفريق. نتمنى له التوفيق وشكرا. السلام عليكم. أولا أنا فرحان أنني ألعب بالفريق الوحدة وفريق يعني أصحاب السعادة. أي لاعب يحلم يلعب لفريق كبير اللي عنده قاعدة جمهور يعني جمهورية كبيرة. نتمنى إن شاء الله نعطي الإضافة المرجوة للفريق، وإن شاء الله نقدم مستوى يكون طيب. وكان بغي نشكر حتى نادي الإمارات الفريق السابق اللي أعطاني الفرصة، وفريق الوحدة الفريق كبير، أي لاعب يحلم يجي الفريق الوحدة ويقدم الإضافة، ونعرفه الجمهور والجمهور كبير. نتمنى إن شاء الله نكون في المستوى، نكون في مستوى تطلعات الجمهور الوحدة. شكرا. يعني كما قلت أن فريق الوحدة فريق كبير عنده جمهور كبير، يعني هذه أشياء لا نقاش فيها، لكن يعني الطريقة كيف يعني التعامل يعني الطريقة الاحترافية مع المسؤولين، كيف يعني تتعاقدون مع اللاعب، يعني الأجواء كيف يعني خلت الأمور يعني تمشي بسرعة. والحمد لله يعني اخترت فريق الوحدة بالقلب وبالعقل وبكل شيء. كنتمنى إن شاء الله نعطي الإضافة وإن شاء الله يكون الخير إن شاء الله. وصراحة يعني الطموحات تختلف، الموسم طارت يعني لعبت لنادي الإمارات، نادي الإمارات يعني ينافس على البقاء، وهذا يعني وفريق الوحدة فريق يلعب على الألقاب، يعني الطموحات غتكون مختلفة. كنتمنى إن شاء الله، خصوصا وأني في المغرب لعبت يعني للفريقين، فريق كان يلعب على البقاء، ومن بعد انتقلت الفريق يلعب على الألقاب، ومن بعد ذلك فزت مع الفريق الفتح الرباطي بالألقاب. كنظن أنني جيت الإمارات نفس الشيء، كنت لعب مع نادي الإمارات يلعب ينافس على البقاء. اليوم الطموحات تختلف، كنتمنى إن شاء الله نكون في المستوى ونعطي إضافة كما قلت لك، وإن شاء الله لما نفوز بالألقاب. يعني فريق فاز كما قلت بكأس رئيس الدولة، يمكن يفوز بالدوري، يعني فزت في كأس رئيس الدولة وكأس الخليج العربي. كنظن الفريق الكبير دائما يلعب على أعلى مستوى، ويلعب الآسيوية، ويلعب على جميع الوجهات، هذا هو الفريق الكبير. كنظن فريق الوحدة عنده مجموعة يعني شابة، مجموعة عالية في المستوى، لاعبين قدموا موسم اللي فارت في موسم ممتاز. كنتمنى إن شاء الله ننسجموا بسرعة وندخل في الطريقة كيف يتعاملوا اللاعبين، وإن شاء الله يكون انسجام ونحقق إن شاء الله المراد. الفرق اللي في المستوى عندها يعني اسم كبير على مستوى إفريقيا وعلى مستوى العرب، كنظن بطولة يعني غيكون فيها فرق كبيرة، وكنظن أننا فريق الوحدة فريق تاو في المستوى يمشي يقول كلمة ديالو، رغم أن بداية الموسم وغيكون فيها مباريات، يعني تقريبا مباراة اللي غتكون الأولى بالنسبة لنا كلاعبين
يعني حتى يعني لاعب جديد وغلب اول مبارياتي، لكن كنظن اننا نمشيو باش اننا نقارعوا الفرق اللي في المستوى عندها اسم كبير، رغم ان مباريات غتكون استعدادات بالنسبه لنا كفريق، لكن حنا يعني غنمشيو ان شاء الله لمصر باش اننا نلعبوا مباريات جديه، مباريات اللي تخلينا على الاقل نكسبوا مجموعه من واحد تقريبا 90% من المباريات باش اننا نجيو للدوري او كاس السوبر باش اننا نكونوا جاهزين ان شاء الله 100% ان شاء الله. لا خلاص مراد معك مراد بس محمد.